لأن السلام عليكم، فدائما في إطار مواكبة التلاميذ ديال البكالوريا سواء 2020 أو 2021، فهنا كاينه المدرسة الوطنية أو المدرسة الوطنية العليا للكيمياء ليكول ناسيونال سوبيريور كيمي، فتحت الأبواب ديالها للتسجيل بالنسبة لهاد جوج فئات، إذا الطلبة ديال 2020 و 2021. فبالنسبة لطريقة التسجيل، إذا هنا عندنا جوج ديال الإمكانيات، بكالوريا ماروكان بكالوريا إترونجي. هنا كنحددو شنو من نوع البكالوريا. فبالنسبة للبكالوريا ماروكان يعني غنتبعو لي زيتاب ديال ليتاب أن ليتاب دو فيريفيكاسيون ديال الكونديدات، ثم إنفورماسيون بيرسونيل، و أبري أون فا فيغ لا بريسيون ديال لاكوجي ديال بريسيليكسيون. بار كونتر لي كونديدات بكالوريا إترونجي هادو خصهم يزيدوا هنايا واحد لونفوا ديال لو دوسيي ديال كوبي ديال الغلبيه ديال نوت بكالوريا وكوبي ديال البكالوريا دي بلون ديال البكالوريا. الفول انفوي لادريس سويفونت ا كينيتا داكور. اذا حنا غادي نمشيو في الاتجاه ديال البكالوريا ماروكا، غادي ندخل ليطاب الاولى اللي كيعطينا هنا واحد المراحل اللي خصنا ندوزو منهم. اذا هنا كود مسار، ثم تاريخ ازدياد، واشمن سنه ديال البكالوريا. إذا بالنسبة للطلبة اللي عملوا 2021 غادي يلقاو بأن التسجيل كيطلب منا النقاط ديال 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 البكالوريا، وبالتالي ميمكنش لينا نعملو لهم التسجيل الآن إلا بعد ظهور النتائج. وفي نفس الوقت كنتمنى التوفيق للطلبة ديالنا. بار كونتر 2021 أون بو كومونسي لانسكريبسيون، دونك أون فاغ أونتخي لي دوني إي نشوفو ليتاب سويفونت. إذن بعد القيام بهاد المرحلة كندوزو كيخرج لينا بيانفوني لو برينون ديالك لو نون برينون بيريود دو كومبليتي فوتر دوموند دو بري انسكريبسيون. إذن هنا خصنا ندخلو المعلومات ديالنا، لاكارت ناسيونال، التليفون، ثم الإيميل، و نديرو سويفون. إذن هنايا أبخي كتجينا لاباج سويفونت اللي كيطلب منك نقط مطلوبة في النقط يعني ندخلوهم هنايا، النوت ديال ليكزامان ناسيونال، وهنا لا نوت ديال ليكزامان ريجيونال. اذا المعدل ديال ليكزامان ناسيونال وهنا ليكزامان ريجيونال بهذه الطريقه هذه، بحال هكا 14.52 14.52. اذا هنا خصنا ندخلو، اذا ندخلو النقاط ديالنا و نتابع التسجيل. اذا بعد ما كندخلو النقاط ديالنا، اذا هنايا كنديرو تيرميني، هنا كنديرو تيرميني ايفون جينيري le reçu. Et là, il y a le message suivant. Il y a une préinscription en première année du cycle préparatoire pour l'année universitaire 2021-2022 a été effectuée. N'oubliez pas de générer votre accusé de préinscription. Donc, on va le générer le jour du concours. D'accord. Donc, on va faire suivant. إذن هنا كيعطينا لو دوكيومون ديالنا، اون فا كليكي ايسي بور لو تيليشارجي لو كاردي. فوالا هنا كيكون فيه المعلومات التالية، كود مسار، ثم لو نوم برينون ديالك، نيميرو دوسي، سا سي امبورطون. دونك هنا معلومات لونيفرسيتي فو غوميرسي دافواغ شوازي بور سويفر فوز ايتود، اي فو كونفيرم لا ريسبسيون دو فوتخ دوموند دو بريسكريبسيون. فوالا دونك هذا داتا غوتونيغ بالنسبة لو 15 لافيشاج ديال لا بريسيليكسيون. من لو 19 لو 22 كونفيرماسيون دو بارتيسيپاسيون كونكور. اذا هنا هاد ليطاب مهمه، هنا خصنا نرجعو بالنسبه لي زيتيديون اللي يتقبلوا اونتر لو 19 لو 22 بو كونفيرمي بانه راه يكون نهار الكونكور، سا سي امبورطون. سي كونفيرم با واخا الي اكسبتي اون بري سيليكسيون، راه ما عادش يتم القبول ديالو باش يدوز الكونكور. 23 جويلية افيشاج دو لا ليست ديال لي كانديدا كونفوكي. اذا هنايا لو 23 غادي نشوفو الناس اللي غادي يكون عندهم كونفوكي بور لي بروف اكريت، و لو 27 اورغانيزاسيون دو كونكور. اذا هنا بوتيتر يطيح مع شي اكزام اخر جو كوا الانسان الى اخره، با دي دات، مي هنايا بو كروزي شي كونكور. دونك اورغانيزاسيون دو كونكور، و في ميم جور لافيشاج ديال les résultats، c'est-à-dire bien l'examen est con QCM bien ça va être rapide c'est mais le 2 حتى le 4 inscription des candidats de la liste principale. اذا هنايا لي candidats غادي يتسجلوا، ربما ils vont se déplacer pour déposer le bac ديالهم، et le 6 inscription des candidats de la liste d'attente. اذا هادو هما الاجراءات اللي غيكونوا
موالية. إذن هنايا اللي خصنا نعقلوا عليه مزيان هو بالنسبة لي زيتوديو انتيغيسي، رغم أنهم داروا هذه المرحلة خصهم يرجعوا ما بين 19 و 22 باش يديروا هذه الكونفيرماسيون دو بارتيسيباسيون أو كونكور. إذن هنايا هذه مهمة. إذن بهذا كنهيو التسجيل، ونتمنى للطلبة ديالنا حظ موفق وأخبار تكون جيدة هاد الليلة أو غدا بالنسبة لنتائج ديال البكالوريا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.